بن مساعد هنا في هذه الانطلاقات وفي هذا الصباح على هبة الاستعداد، وبدأ العد التنازلي لانطلاقة أول الأشواط الرئيسية. شوط يحمل أسماء كبيرة، شوط هنا في هذه الانطلاقة الكبيرة ومع هذه التحديات في أقوى وأعتى المهرجانات، مهرجان ولي العهد الأمين حفظه الله وأطال الله في عمره يا رب العالمين. لحظات قليلة، لحظات تفصلنا عن الحسم الكبير في أول الانطلاقات وأول التحديات. هنالك 31 اسما وشعارا مشارك في هذه الانطلاقة، متابع لنا هذه الأحداث الكبيرة التي تقع على أرضية هذا الميدان هنا في هذا المشهد المتميز. فبسم الله وعلى بركة من الله تعالى، إذن أعلنت انطلاقة أول الأشواط، الشوط الأول والرئيسي للإبكار المفريد، والمسافة هي 2 كيلومترات. بحضراتكم وإياكم نسير دائما مع هذه الرحلة المتميزة المصاحبة لنا هذه الأحداث ووقائع هذه الانطلاقات على بركة من الله تعالى. إذن أعلنت انطلاقة هذا الشوط والبداية والانطلاقة الأولى هنالك من قبل انطلاقة مثقال بن سعد بن محمد الدوسري، من يقدم لنا رغد على البداية وعلى الانطلاق الأول، بينما النقلة والدور إلى المستوى الثاني، ولكيارا وصلت المتحدة الآن، نادر بن محارب العتيبي لكي يتحد هذا الانطلاق، بينما ثالث المراكز وصول في هذه الأثناء من قبل أسطورة وناجي بن مسفر بن صالح بن هجامة وصل على المستوى الثالث، بينما رابع المراكز وصول الآن من قبل قصايد هي القادمة بشعار فيصل بن زعل بن فريح الخمحلي، ووصل النادر، وصل في هذه اللحظات بن رويشد مع سحابة سليمان بن سلامة بن رويشد الجني على المستوى الرابع، بينما خامس المراكز وصلت الآن حظة، وانطلق شعار مسلم بن بخيت بن سالم الكثير على المستوى الخامس. هذه هي الأسماء، هذه هي الشعارات، ولكن بو سلطان مع هذا الموقع، مع هذه الانطلاقة المتميزة والجميلة، هنالك شعار ناجي بن مسفر بن صالح بن هجامة مع أسطورة، ولكن سحابة الحصاد هنا على المستوى الثاني تغير بدورها إلى الصدارة وتنطلق على البداية الأولى بشعار الحصاد سليمان بن سلامة بن رويشد بن رويشد، ولكن الفعال وصل على المستوى الثالث ويقدم لنا انطلاقة سلمان بن عبيد بن سلمان، ولكن أسطورة أسطورة أسطورة، والله العظيم أسطورة يا ابن هجامة، والله العظيم أسطورة يا أبو سلطان. من يقدم لنا نوعيات متميزة كبيرة، ناجي بن مسفر بن هجامة، أسعد الله صباحك يا أبو سلطان على هذا الفوز المتميز والجميل. ثاني المراكز وصلت الآن سحابة بشعار سليمان بن سلامة بن رويشد الجهني، ثالث المراكز وصلت في هذه اللحظات حظ بشعار مسلم بن بخيت بن سالم الكثيري، رابع المراكز الذيبة طلال بن محمد بن عبد الكريم السبهان، بينما خامس المراكز حضرت الذيبة بشعار سلمان بن عبيد بن سلمان التميم الدوسري. مشاهدين الأعزاء، متابعين الأفاضل، شاهدنا وإياكم أسطورة، وشاهدنا هذه الانطلاقة. هذا هو الزلزال
يأتي بهذه الأساطير القوية ويقدم لنا أسطورة ناجي بن مسفر بن هجامة. مع هذه البطلة ومع التوقيت الزمني التي أتت بها هذه البطلة أسطورة. 3 دقائق 5 ثواني 30 جزء من الثانية. ثانيا كانت سحابة بشعار الحصاد سليمان بن سلامة بن رويشد الجهني. 3 دقائق 6 ثواني 6 أجزاء من الثانية. ثالثا حضرت في هذه اللحظات الذيبة بشعار سلمان بن عبيد آل تميم الدوسري. 3 دقائق 7 ثواني 48 جزء من الثانية. أما في رابع المراكز حضور من قبل حظ مسلم بن بخيت الكثيري خامسا شواهين حضر شعار جويان بن رويضان بن جويان الدوسري. تهانينا والف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المتميز والجميل. تواصلنا مستمر، أشواطنا متواصلة، شوطنا القادم بصوت الزميل والمبدع دائما فيصل بن شاكر الشريف.